نروح على تاني جزء في محاضرتنا، ألا وهو الثرومبوبويسيس. وكلمة ثرومبوبويسيس معناها عملية تكوين البلاد بليتلت. بويسيس يعني إيه؟ تكوين. وثرومبو نسبة لإيه؟ للثرومبس، للجلطة، لأن البليتلت دي هي اللي بتكون إيه؟ الجلطة. خلينا أقول لك إن اللي بيحصل في تكوين البلاد بليتلت إن بتيجي الخلية الأم اللي بتكون البليتلت واللي هناخدها بعد شوية بتيجي في البون مارو وتقوم جاية قاعدة كده على يمة ايه؟ البلاد ساينوسويد. ما احنا قلنا لما خدنا في البون مارو ان بيبقى فيه البلاد فيسل اللي فيه اسمها بلاد ساينوسويد. فبتيجي الخلية الام وتقوم جاية قاعدة على اليمة كده على الحافة بتاعت ايه؟ بتاعت البلاد ساينوسويد. وتقوم جاية طالع منها او مادد منها بروسيسز، زوائد بهذا المنظر. الزوائد دي بتمدها جوه التجويف بتاع البلاد ساينوسويد، جوه البلاد. وتقوم جاية الزوائد دي يحصل لها فراجمنتيشن، تتجزأ تتفتت وتدينا ايه؟ البلاد بليتلت اللي هي تطلع فين؟ في البلاد ستريم. خلينا اقولك ان عملية الريليز بتاع البليتلت من الخلية الأم أو عملية تكوين البليتلت من الخلية الأم بتاخد حوالي 10 أيام. 10 أيام. طب يا ترى إيه مراحل تكوين البليتلت؟ زي ما قلتلكوا الكلام اللي أخدناه قبل كده اللي هنقعد نعيد ونزيد فيه مع كل بلاد إليمنت، فعشان كده ما تقلقوش الكلام هيعيد ويزيد نفسه. احنا قلنا قبل كده انا عندي في البلوريبوتنت هيموبويتيك ستيم سيل اللي بتيجي تنقسم انقسام ميتوزي وتديك خليه شبهها بالظبط، يعني بتجدد نفسها، بتعمل سيلف رينيوال، وتديك خليه تانية اسمها المالتي بوتنت ستيم سيل. المالتي بوتنت ستيم سيل تنقسم وتديك 2 كولونيز او مستعمرتين، واحده منهم اللي اسمها كولوني فورمينج يونت ليمفوسايت اللي بتديك الليمفوسايت دي انا مش عايزاها دلوقتي، والتانية اسمها colony forming unit gem اللي هتيجي تنقسم وتديني colony forming unit mega karyocyte، ودي بتاعتي بتاعت البليتلت. وزي ما اتفقنا قبل كده ان بعد اي مرحلة من colony forming unit بتيجي بعديها مرحلة blast cell اللي هي الخلية الكبيرة اللي هنا هيبقى اسمها mega karyoblast اللي هتيجي تديني خلية اسمها ميجا كاريوسايت، والميجا كاريوسايت تيجي تتجزأ ها وتديك في النهاية البلاد بليتلت. ونروح على الخلية المهمة جدا واللي بتتسألوا فيها كتير جدا جدا اللي اسمها الميجا كاريوسايت. اسم الخلية دي يعني ايه؟ سايت يعني خلية، كاريو يعني نواة، ميجا يعني كبيرة. يبقى أنا كده استنتجت إيه؟ استنتجت إن الخلية دي ليها نواة كبيرة، نواة عملاقة. طب يا ترى الخلية دي شكلها إيه باللايت مايكروسكوب؟ أول حاجة لو جينا شفناها هنلاقي إن الخلية دي نفسها كبيرة عملاقة، بيوصل حجمها لخمسين لمية وخمسين مايكرون. تاني حاجة النواة بتاعتها زي ما قلنا نواة كبيرة، ومش كبيرة وبس، دي كمان لوبيوليتد يعني مفصصة. يعني ايه مفصصة؟ يعني نواة واحدة فقط ولكنها متقسمة لفصوص، بالظبط كده زي البرتقانة، هي برتقانة واحدة لكنها متقسمة لفصوص. ومش كده وبس، دي كمان النواة بتحتوي على البوليبلويد نمبر بتاع الدي ان اي سيتس. يعني ايه الكلمة دي؟ خلينا كده نرجع بالذاكرة ورا شوية. لما كنا بنقول ان في خلايا اسمها الجاميتس اللي هي عبارة عن الحيوان المنوي او البويضة، الخلايا دي بتحتوي على 23 كروموزوم على ست واحد فقط من الكروموزوم، عددهم 23، وكل كروموزوم بيبقى شايل ايه؟ جزء من الدي ان ايه. فبقول على الخلية دي ان فيها haploid number of chromosome، العدد الأحادي من الكروموزوم او من الدي ان ايه اللي هو عبارة عن 23. لكن في برضو عندي خلايا تانية اللي انا بقول عليها الصوماتيك سيل، الخلايا الجسدية اللي بتحتوي على 46 كروموزوم،
وكنا بنقول ان ال 46 كروموزوم دول عبارة عن تو سيتس، مجموعتين، مجموعة جاية من الأب ومجموعة جاية من الأم. فعشان كده بنسمي الخلايا دي ديبلويد. ديبلويد يعني ايه؟ يعني مضاعفات الهابلويد، يعني الهابلويد فيه 1 سيتس، 1 سيتس مجموعة واحدة، لكن الديبلويد فيها ايه؟ 2 سيتس، مجموعة جاية من الأم ومجموعة جاية من الأب. وكنا بنقول ان الخلايا الجسدية او 46 كروموزوم دول بيبقوا موجودين على شكل ايه؟ هومولوجس، هومولوجس او هومولوجس بير. يعني ايه هومولوجس بير؟ يعني ان كل كروموزوم بيبقى له كروموزوم تاني شبهه، كروموزوم جاي من الاب وكروموزوم جاي من الام. لكن خلي بالك في خلايا تانية ساعات بيبقى فيها ست كمان من الكروموزومات، بحيث ان كل كروموزوم بدل ما كان موجود واحد تاني بس شبهه بيبقى موجود ثلاثة، واحد كمان شبهه، يعني بيبقوا ثلاثة شبه بعض. الخلايا دي بقول عليها الترايبلويد. الترايبلويد يعني ايه؟ تراي يعني ثلاثة، يعني انا عندي ايه؟ عندي ثلاثة سيتس من الكروموزوم، يعني كل كروموزوم فيه ايه؟ اتنين تانيين شبهه. ده كمان في خلايا تانية بقول عليها التترابلويد. وتترابلويد يعني ايه؟ يعني اربعة، يعني عندها اربعة سيتس من الكروموزومات، يعني كل كروموزومها له ايه؟ له تلات نسخ تانيين شبهه. ده مش كده وبس، ده ممكن كمان تبقى فيه خلايا زي الميجا كاريوسايت يبقى فيها up to 32 سيتس من الكروموزومات. يعني ايه 32 سيتس؟ يعني كل كروموزوم ها في منه ها 32 نسخة، 32 نسخة من الكروموزومات. وهو ده اللي أنا بقول عليه البوليبلويد نمبر بتاع الدي ان ايه أو بتاع الكروموزوم. كلمة بوليبلويد يعني ايه؟ بولي يعني مضاعفات، يعني متعدد، يعني الخلايا دي فيها أكتر من التو سيتس بتوع ايه؟ بتوع الكروموزومات. ممكن يبقى فيها 3 سيتس، ممكن يبقى فيها 4 سيتس، وممكن يبقى فيها up to 32 سيتس ها زي اللي موجودة في في الميجا كاريوسايت. طيب نسأل نفسنا ليه يا ترى ها الخلية دي كبيرة في الحجم؟ ليه النواة بتاعتها كبيرة ومفصصة؟ وليه احتوت على مضاعفات الدي ان اي سيتس؟ ليه جواها فيه البوليبلويد نمبر من الدي ان اي؟ خلينا اقولك ان الميجا كاريوسايت دي خلية نشأت من الخلية الأم اللي اسمها الميجا كاريوبلاست. الميجا كاريوبلاست دي بتيجي وتدخل في انقسام ميتوزي عجيب كده اسمه اندوميتوزيس. ايه اللي بيحصل في الانقسام ده؟ زي اي انقسام ميتوزي بتيجي الميجا كاريوبلاست وبتضاعف الدي ان ايه قبل ما بتدخل في مرحلة الاستفيز، وبعد كده بتمر بمراحل الميتوزيس المختلفة اللي هي ايه؟ البروفيز والميتافيز والانافيز والتيلوفيز، وتيجي عند مرحلة السيتوكاينيزيس اللي هي ايه؟ اللي هي المفروض يحصل فيها انقسام للسيتوبلاز ما بين الخليتين اللي بينتجوا. بيحصل هنا في هذه المرحلة فشل في حدوث السيتوكاينيزيس، بيفشل عملية انقسام السيتوبلاز. مش كده وبس، دي كمان النواة بتفشل انها تنقسم. فنتيجة لكده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انا بينتج عندي خلية، الخلية دي ها كبيرة في الحجم. كبيرة ليه؟ لانها نتجت من خلية فشل ان يحصل فيها السيتوكاينيزيس. ومش كده وبس، دي كمان النواة بتاعتها بتبان ايه؟ بتبان كبيرة مفصصة. ليه كبيرة مفصصة؟ لان النواة فشلت انها تنقسم، فالتو نيو سيتس من الكروموزومات اللي هم اتكونوا اثناء انقسام الخلية فضلوا ايه؟ مرتبطين ببعض. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان هذه الخلية ها بتدخل في سلسلة من الانقسامات الميتوزية، وفي كل مرة بتيجي الخلية دي تضاعف الدي ان ايه بتاعها قبل ما بتدخل في الانقسام، وفي كل مرة بتيجي في مرحلة السيتوكاينيزيس وبيفشل حدوث انقسام للسيتوبلازم او انقسام لمين؟ للنواة. فنتيجة لكده تنتج الخلية العملاقة اللي اسمها الميجا كاريوسايت، خلية كبيرة في الحجم، النواة بتاعتها كبيرة ومفصصة، وبتحتوي على ها البوليبلويد نمبر اوف
كروموزوم. طيب عايز افهم هو ليه اولا الميجا كاريوسايت خليه كبيره في الحجم؟ خليه كبيره في الحجم لانها نشات من خليه بتفشل كل مره تدخل فيها في الانقسام في عمليه ايه ان يحصل فيها سايتوكاينيزيس. وخلي بالك الميجا كاريوسايت في حد ذاتها خليه لا تستطيع الانقسام، لا تستطيع الانقسام. طيب تاني حاجه، ليه النواة بتاعتها كبيرة ومفصصة؟ وليه بتحتوي على البولي بلويد نمبر؟ لان انا زي ما قلتلكو ان الخلية اللي قبلها على طول بيحصل فيها ان النواة بتفشل في انها ايه؟ في انها تنقسم، ويقعد كل مرة كل مرة في نهاية الانقسام تتجمع النسخ بتاعة الدي ان ايه، نسخ الكروموزومات فوق بعضها، فده اللي خلك النيوكليوس بتاعة الميجا كاريوسايت كبيرة في الحجم، وده اللي خلاها تظهر مفصصة. ومفصصة ليه؟ نتيجة لتراكم النسخ الجديدة من الدي ان ايه، تراكم النيو سيتس من الكروموزوم، فده اللي خلى الخلية تبقى ايه؟ تبقى بولي بلويد، يبقى فيها مضاعفات الايه؟ الدي ان ايه سيتس، فيها مضاعفات الكروموزومات اللي بتوصل تو اب تو 32 نسخة. طب يجي السؤال، هو انا ليه محتاجة خلية عملاقة؟ ليه محتاجه ان انا يبقى عندي نواه كبيره مفصصه فيها بولي بلويد نمبر من الكروموزوم؟ ليه؟ عشان خاطر ايه؟ لان خلينا اقولك ان الميجا كاريوسايت زي ما قلت لك من شويه خليه لا تستطيع الانقسام، ولكنها بتتجزا ليه من 1000 ل 1200 بليتلت، فعشان كده انا محتاجه خليه كبيره في الحجم تقدر انها تتجزأ لايه؟ لألف لألف ومئتين بليتلت. طيب يجي السؤال، انا ليه محتاجة بقى نواة كبيرة وفيها up to 32 نسخة من الدي ان ايه؟ لان خلينا اقولك ان نسخ الدي ان ايه دي هي دي اللي هتوجه لي عملية تكوين البروتين بتاع مين؟ بتاع البليتلت جرانيولز، بتاع البليتلت جرانيولز، لان الدي ان ايه ده هو المسؤول عن هذه العملية. فبالتالي البليتلت جرانيولز دي بتتكون جوه الميجا كاريوسايت، وزي ما قلت لكم الميجا كاريوسايت دي هتتجزأ ل 1000 ل 1200 بليتلت، فانت متوقع كميه الجرانيولز اللي هتتكون في السيتوبلازم بتاع الميجا كاريوسايت قد ايه؟ كتير، رهيب، عدد كبير جدا عشان يكفي ال 1000 و 1200 بليتلت. فعشان كده انا محتاجه مصنع امداداتها من الدي ان ايه يمدلي بايه؟ بعدد كبير جدا من الايه؟ البروتينات اللي هتتكون جوه البليتلت جرانيول. محتاجة مصنع إمداد يقدر إن هو يوفي بتكوين هذا العدد الهائل من الإيه؟ من البروتين بتاع البليتليت جرانيولز. فعشان كده أنا محتاجة نسخ كتيرة من الدي إن إيه عشان تقدر تقوم بهذه العملية. يبقى إذن أنا فهمت إيه من كده؟ فهمت ان البليتلت جرانيولز بتتكون جوه الميجا كاريوسايت وليست جوه ايه؟ البليتلت. اتفهمت يا شباب؟ يبقى اذا لما نيجي نشوف مع بعض هو السيتوبلازم بتاع الميجا كاريوسايت هيبقى لونه ايه؟ اكيد هيبقى بيزوفيليك. ليه بيزوفيليك؟ لان هو بيحتوي على الراف اندوبلازميك ريتيكولم اللي هيصنع لي ايه؟ البروتينات بتاعه ايه؟ البليتلت جرانيولز اللي هي الالفا والدلتا واللامدا جرانيولز، لان هذه الجرانيولز بتطلع المحتوى بتاعها على بره اثناء تكوين الثرومبس، فعشان كده بتتكون على الراف اندوبلازميك ريتيكولم. طيب لو جيت شفت بالالكترون مايكروسكوب الميجا كاريوسايت دي هشوف فيها ايه؟ هتلاقي فيها حاجة اسمها lines of demarcation أو demarcation lines. إيه demarcation lines دي؟ دي عبارة عن تشققات، تصدعات في السيتوبلازم بتاع الميجا كاريوسايت اللي أنا ماشي عليها بالأبيض دي. دي عبارة عن تشققاتها أو تصدعات بتحصل في السيتوبلازم وبتيجي تحوط لك كل مجموعة من البليتليت جرانيولز.
التشققات دي أو التصدعات معناها إن الميجا كاريوسايت دي هتتجزأ لإيه؟ للألف، لألف ومتين بليتلت. بالضبط كده هشبهها لك بإيه؟ هشبهها لك بالبيت قبل ما يجي يقع. إيه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل فيه تشققات تصدعات، ودي علامة إن هذا البيت إيه؟ هيقع. نفس الحكاية هنا، الميجا كاريوسايت لما تيجي تبص عليها تلاقي إن السيتوبلازم بتاعها حصل فيه إيه؟ تشققات، بقول عليها line of cleavage، يعني ها التصدعات اللي هتحصل وهتيجي تحوط لك كل مجموعة من الجرانيولز اللي موجودة جوه السيتوبلازم بتاع الميجا كاريوسايت، ودي علامة، علامة إن الميجا كاريوسايت هتتجزأ لإيه؟ للألف وألف ومتين بليتلت. طيب يا ترى الميجا كاريوسايت دي زي ما قلنا هي موجودة فين؟ هي موجودة جوه البون مارو، لكنها بتبقى قاعدة دايما على الحافة بتاعت البلاد ساينوسويد بتاعت مين؟ بتاع البون مارو، اللي هو الوعاء الدموي اللي موجود في البون مارو. بتبقى قاعدة على الحافة بتاعته ليه؟ عشان تيجي تمدها بروسيسز، زوائد جوه التجويف بتاع البلاد ساينوسويد، ومن الزوائد دي تيجي الزوائد تتجزأ وتطلع لك البلاد بليتلت. بالظبط كده زي ما تكون انت جايب كرسي وقاعد على الرملة ومدلدل رجلك فين؟ في البحر. نفس الفكرة كده بالظبط، هي الميجا كاريوسايت بجسمها قاعدة جوه البون مارو، وتيجي تمد بروسيسز كده جوه التجويف بتاع البلاد ساينوسويد، ها جوه البلاد، عشان البروسيسز دي تتجزأ وتديك ايه؟ البليتلت. ومعنى كده ايه؟ معنى كده ان ظهور البليتلت حصل جوه البلد وليس جوه ايه؟ وليس جوه البون مارو. اتفقنا شباب؟ طيب كده نبقى خلصنا ونروح للسؤال بتاعنا. Which structure adaptation help the blood platelet in maintaining its shape؟ مين اللي بيساعدها انها يحافظ على الشيب بتاعها؟ وعايزاكم انتوا تجاوبوا على السؤال ده. هل شبكة الاكتين والمايوسين؟ هل closed membranous canalicular system؟ هل الممبرين bounded electron dense granules؟ هل circumferential bundles من الميكروتوبيولز؟ ممكن انت تجاوب مين اللي بيحافظ على الديسكويد شيب؟ ها برافو عليك، صح، ممتاز. اللي بيحافظ على الديسكويد شيب السيركمفرنشال باندلز اوف مايكروتوبيول، لان زي ما قلنا ان نتورك من الاكتين والمايوسين بيساعد البليتلت في حاجتين، في الكونتراكشن بتاعها عشان تمد السودوبوديا للحركه، وفي الكلوت ريتراكشن. الميمبرنس او الكلوزد ميمبرنس سيستم، او ان الجمله دي خادعه، انا حطها لكم هنا ليه؟ لان الكاناليكولار سيستم ده open، صح ولا غلط؟ فلما اقول closed membranous canalicular هي في حد ذاتها غلط، لان closed membranous system ده remnant endoplasmic reticulum، لكن canalicular ده ايه؟ ده open وليس closed. فخلي بالك جوه الاختيار نفسه ممكن يبقى فيه حتة كده خادعة، فتخلي بالك منها. فده وظيفته متعلقة بتنظيم ليفل بتاع الكالسيوم مش تبعنا. تالت حاجة الممبرين باوندد إلكترون دنس جرانيول، لا والله الممبرين باوندد إلكترون دنس جرانيول دي عبارة عن بليتلت جرانيول اللي لها وظيفة في تكوين الثرومبس، يبقى الإجابة الصح السيركمفرنشال باندلز أوف مايكروتوبيولز. كده نبقى خلصنا. ثانك يو، نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.